بن صالح وكيل أعمال اللاعب جيرالدو. يا كابتن برحب بيك. اهلا وسهلا، مرحبتين فيك. يا الأخبار كله تمام؟ الحمد لله، ازيكم؟ انتم بخير؟ الحمد لله. طيب، يعني في الفترة الأخيرة بعد استئناف بطولة الدوري وبعد ما الكورونا، يعني الكورة رجعت مرة تانية، جيرالدو بيقدم يمكن فترة كويسة، مباريات جيدة مع النادي الأهلي، ولكن بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لجيرالدو، هل جيرالدو مستمر مع النادي الأهلي الموسم القادم؟ هل في فعلا بعض العروض اللي جيرالدو تلقاها الفترة الأخيرة؟ والله أولا أشكركم على المداخلة. ثاني حاجة بالنسبة للجيرالدو، حاليا ما فيش مع أي عرض رسمي للاعب لحد هذه اللحظة. جيرالدو بعد جائحة الكورونا، جيرالدو جالس يقدم في ماتشات مردود كويس، وحاليا تركيزه، أنا دوما باتصال به، هو حاليا تركيزه في الدوري ان شاء الله، والدوري اوروبا للاهلي المصري بعد الفوز على الاسماعيلي امبارح، وتركيزه على النصف النهائي كاس رابطه الابطال الافريقيه، وان شاء الله يكون نهائي كاس رابطه الابطال الافريقيه ويحرز على كاس الابطال الافريقيه. وبالنسبه الى حد هذه اللحظه زي ما قلت لك، جيرالدو موجود في الاهلي، واتمنى ان يوصل مع الاهلي المصري. اذا ما فيش مواصله مع الاهلي المصري، ندرس العروض بعدين، بس الى حد هذه اللحظه تركيزه مع الاهلي المصري. كابتن هشام، ما حدش اتكلم مع حضرتك من النادي الاهلي وفتحك في موضوع ان جيرالدو بندور له على 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 عرض على إيه إيه. نعم، في المده الاخيره لم يتصل في اي شخص من الاهلي بخصوص جيرالدو دا كوستا. ما فيش اي كلام من النادي الاهلي وحضرتك على ان جيرالدو مثلا بنشوف له عرض يمشي، بنشوف له مثلا حاجه علشان ممكن ما يكونش موجود؟ طب الكلام اللي حضرتك بتلاقيه في وسائل الاعلام المصريه ان 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 فايلر مثلا حابب يستغنى عن بعض اللعيبه الاجانب، ممكن يكون من ضمنهم جيرالدو، ممكن الكلام ده بالنسبه لحضرتك هل هو كلام بتتاكد منه عن طريق لجنه التخطيط، عن طريق مثلا لجنه التعاقدات، ولا بالنسبه لك الموضوع بتشوفه بشكل عادي؟ والله انا زيكم، انا بالنسبه لي انا في تونس، انا بمعناها بقرا بشوف السوشيال ميديا وعلى الانترنت اللي فايلر ما هوش عاوز جيرالدو او مش عاوز كذا او مش كذا. تمام، بالنسبه لي انا اشوف في الحاجات دي على السوشيال ميديا. بالنسبه لي انا كوكيل للاعب، لم يط في المده الاخيره، انا بتكلم لك على المده الاخيره، خاصه بعد رجوع الدوري، ما فيش اي شخص من الاهلي اتصل فيه بخصوص جيرالدو دا كوستا. ممكن يكون تركيزهم حاليا على الدوري، وتركيزهم خاصه على نصف نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا. اما بالنسبه لي انا دوما باتصال باللاعب بتاعتي في الاسبوع، نتصل به مرتين ثلاثه مرات في الاسبوع. تمام، اخر اتصال امس، اطمنت على احواله بخير، واعطيه في حاجات اللي هو جالس يقدم في مباريات الاخيره في مردود كويس، وان شاء الله ربنا معاه، وان شاء الله ربنا مع الاهلي في باقي المشوار وفي نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. اما الى حد هذه اللحظه ما فيش اي اتصال من مسؤولي نادي الاهلي المصري بخصوص جيرالدو دا كوستا. كابتن هشام، اكيد ممكن وانت حضرتك بتتابع السوشيال ميديا في بعض الهجوم من جماهير النادي الاهلي على جيرالدو في بعض المباريات، هل اللاعب ازاي بيقبل الهجوم ده؟ وهل حضرتك بتتكلم معاه، خاصة لو اتكلم معاك في حتة ليها علاقة ببعض انتقاد جماهير النادي الأهلي لبعض مستوياته في يعني ماتشات معينة مثلا؟ بالنسبة أنا كوكيله أتكلم معاه، يقول لي أنا أيام بلاير بروفيشنال، معناها هو لاعب محترف جدا، بيحترم ناديه وبيحترم قرارات المدرب، وتركيزه دوما في الـ في الـ في الـ في, الـ في التدريب، علشان باش يعطي اكثر من اللي عنده، وباش يقدم الاضافه المرجوه من عنده، وباش يصلح اللي هو يلزم يكون في تصليح في الاخطاء او في الماتشات السابقه. ومش بالعكس، هو مش متقلق، هو زي ما قلت لك لاعب محترف، هو لازم تركيزه في الميدان، والجمهور بيرد على الجمهور بالماتشات الكويسه في الميدان، بس هذا هو كلامه، معناها ما مش متقلق، بالعكس هو مرتاح وبيشتغل على نفسه،
وبس هذا اللي حبيت نقوله لك. تمام يا كابتن هشام، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا كابتن هشام بن صالح وكيل اعمال اللاعب جيرالدو، ورد على كل الاسئله اللي ممكن يجاوب عليها بخصوص رحيل جيرالدو عن النادي الاهلي الموسم القادم. لحد دلوقتي موقف اللاعب واضح، الاهلي ما اتكلمش معاه في اي حاجه، وبكده اللاعب مستمر مع النادي الاهلي الى حين اشعار اخر. صدنا مع حضراتكم ليه